سؤال ثاني بيقول: من هو الملاك الحارس وما وظيفته؟ كلمة الملاك الحارس موجودة كتير في الصلوات بتاعتنا، وخصوصا في الأجبية: أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون في معسكرهم محفوظين ومرشدين. لكن الملاك الحارس ممكن أن يحرس مجموعة كبيرة من الناس، يعني مش كل واحد يحتاج لملاك حارس خاص بيه، وإلا يبقى لازم عدد الملائكة يكون قد عدد البشر أو أكتر شوية، لأن في ملائكة مهمتهم التسبيح وملهمش دعوة بالفراسة. فالملاك الحارس ممكن يحرس مدينة بأسرها وشعب بحاله، وممكن يحرس فرد وممكن يحرس طفل، يعني غير محدد العدد اللي يحرسه الملاك الحارس. واحد بيقول برضه هو نفسه: لماذا غفر السيد المسيح لليهود خطية الصلب بقوله: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون؟ وما معنى الآية يوحنا 28: ولم يمسكوا أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت؟ لا، هو المسيح ما تفهموش الغفران بمعنى مطلق. الغفران دائما مرتبط بالتوبة، وإن لم توجد توبة لا يوجد غفران. واخدين بالكم الكلام ده؟ وده واضح من لوقا، انجيل لوقا الاصحاح 13 آية 3 وآية 5: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فالسيد المسيح يقول: يا أبتاه اغفر لهم، يعني بعملية الصلب الفداء قد تم، فممكن باب الغفران يكون مفتوحا، ولكن للذين يؤمنون ويتوبون. ليس معنى هذا انه غفرت خطايا حنان وخيافة ويهوذا. طب ما يهوذا قيل عنه كان خيرا لهذا الانسان لو لم يولد. فيقصد ان اللي يتوبوا ويؤمنوا لا تحسب لهم هذه الخطية. وفي كتير منهم تابوا، لما تقروا سفر اعمال الرسل في الاصحاحات الاولى تجدوا ناس، جماهير من رجال والنساء كانوا بيتوبوا، وكتير من الكهنة كانوا بيتوبوا ويخملوا الايمان. بل قيل اكثر من هذا: وكان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. لكن الذين لم يتوبوا خطيتهم باقية. وطبعا اليهود اللي بيقولوا ان المسيح اللي جه ده مش هو المسيح الحقيقي، وانهم ينتظرون المسيح يجي لان اللي جه ده مش هو، وان اللي جه ده كان ضالا وحسنا قتله اباؤنا، يبقى دول هيتغفر ليهم ازاي؟ والذين قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، دول تغفر ليهم ازاي؟ لكن الذين امنوا منهم وتابوا هؤلاء غفرت لهم. فما تاخدوش الآية بمعنى مطلق، انما في حدود التعليم المسيحي المعروف.